76 نعم 76 مليون ليرة. بالنسبة لزيد 75 مليون ليرة يعني جايزة سبيسيال مرتبة أولى، والجوائز كلها بتكون مضاعفة. إذا هول هن الجوائز سحب الليلة، أكيد بتمنى الربح للجميع. بعرف إنه كتار الليلة على الأرجح أنتم كتار مشتركين بهيدا السحب، سحب رقم 1647. جود لك لكم جميعا. قبل ما نبلش بدنا نرحب مثل العادة بعضو درجة الرقابة مندوبة وزارة المالية على أعمال وصحوبات اللوتو. أهلا وسهلا فيك مدام تراز مسلم. أهلا وسهلا فيك مدام تراز، بتشوفوها على الهواء عم بتراقب السحب، ولكن كمان قبل الهواء هي بتراقب كل الطابات والمكانات إلى آخره. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. يلا من دون تأخير خلونا ننتقل مباشرة إلى مكنة اللوتو ونشوف أنا وياكم شو معقول يكونوا الليلة الست طابات الأساسية مع الطابة السبعة الإضافية لهيدا السحب. ركزوا منيح وشوفوا لنا هالطابات شو معقول يكونوا للليلة. أول طابة رقم 11، طابة الثانية 10، وعشرين الطابة الثالثة، اثنين وثلاثين الطابة الرابعة، أربعتاش الطابة الخامسة، 7 الطابة السادسة، 7 السابعة الإضافية للمرتبة الثانية رقمها 37. هول هن طابات الليلة، 6 طابات أساسية مثل العادة مع طابة سبعة إضافية. وراي على الشاشة 11 10 25 32 14 7 و 37، 6 طابات أساسية مع طابة سبعة إضافية. في حال صبتون يا إما بتربحوا المرتبة الأولى أو المرتبة الثانية، واثنيناتهم ما بيشكوا من شيء بيقدروا يغيروا لكم حياتهم، لأنه بذكركم بتكونوا ضيفين بس 2000 ليرة على شبكة اللوتو. رح ننتقل أنا وياكم لزيد. في حال كنتوا دافعين 3000 ليرة، دافعين 1000 يعني زيادة على الشبكة، لنشوف شو هن أرقام زيد لليلة. الطابات رح ينزلوا بالمكنة وبينخلطوا قدامكم على الشاشة مباشرة على الهواء من استديوهاتنا بقدمة، وبنبلش مع آخر طابة رقم 0. أربعة، تسعة، بعد عنا طابتين ليكتمل الرقم 1، والطابة الأخيرة 3. 31940 رقم زيد لليلة، لازم تكونوا دافعين 1000 ليرة إذا زيادة، والرقم موجود بأعلى الشبكة. شيكوا على رواق على أرقامكم إن كان اللوتو أو زيد. نحن مثل العادة نلاقيكم بعد شوي بعد هيدا البريك، معنا كل المعلومات والنتائج عن اللوتو وعن زيد. لاقونا. الوايبس بينظفوا بس بفعاليه كافيه لنتيجه سريعه ومثاليه. جربي ماي ميسلر المنظف من غارنييه بقطنه وحده وبلا ما تفركي. الميسلز بتلتقط المكياج مثل المغناطيس. ماي ميسلر بيزيل المكياج، بينظف وبيلطف البشره الحساسه. ماي ميسلر المنظف الرقم 1 بلبنان، طبيعي من غارنييه. وهلا مع شراء اي منتج من غارنييه الحق القصيمه ودخول السحب لربح وحده من سيارتين. The new Galaxy Note 9 has more power than you need. Like a remote control for a phone. Why would you... Oh, that's why. The new Galaxy Note 9. لضيفة إشرائية الشمس على الشعر الباهت تحتاج إلى وصفة مضيئة.
الترا دوب البيبونج وعسل الزهور. البيبونج للتفتيح وعسل الزهور لتغذية عميقة. صار شعرك مشرق وناعم الملمس. وللمزيد من العناية مزيج الزيوت المعالجة لكشف خصل شعر أفتح. الترا دوب البيبونج وعسل الزهور. زوبي زوبي زوبي. استمتع بألطف نعومة وخلطات طبيعية من الترا دو جل الاستحمام الجديد طبيعي من غارنييه. وهلأ مع شراء أي منتج من غارنييه الحق القصيمة ودخول السحب لربح واحدة من سيارتين. منقدم لكم معجون الأسنان أورال بي الجديد لترميم النيري والمينا. نيرتي كتير عم تجعني بس ما في داعي للقلق صح؟ غلط. 80% من مشاكل صحة التم بتبلش بالنيري والمينا، ومعظم معجين الأسنان بخففوا الأعراض، بس لازم تعالج المشكلة من أساسها. معجون الأسنان أورال بي الجديد بالتكنولوجيا الفعالة اللي بتساعد على ترميم النيري وإصلاح المينا بأسبوعين بس. صحة تمي من صحتي. معجون الأسنان أورال بي الجديد متوفر الآن في لبنان. من هذه اللحظة كل شي بيلمس طفلك الغالي لازم يكون برقة لمستيك. وكرمل هيك بامبرز الاختيار رقم واحد لأطباء الأطفال بيقدملك بامبرز بريميوم كير الجديد، هلأ بطبقة أنعم لراحة مثالية وأفضل حماية للبشرة، وهيك رح يشعر طفلك دايماً بنعومة وراحة لمستك الأولى. جربي بامبرز بريميوم كير الجديد اليوم. لما نقول سمك معروف السمك يعني جبال. للشبكة على الطاولة هيك بناكل السمك بصور. بالأكل لكل منطقة طريقتها، بس بإزالة الدهون كلهم عندهم فارق. الناس بتفكر إني رح كتف إيدي وإلحق طريق نرسم لي، بس الحقيقة أنا بختار طريقي بإيدي، وما في شي بيوقفني ولا حتى أصعب الأيام. اكتشفي أولويز القطنية الناعمة، سطحها ناعم بلمسة القطن الطبيعي، وعكس الفوط العادية نعومتها المرنة بتخليها تتحرك معك بكل راحة. على راحتي بمشي الطريق يلي بختاره وبروح فيه للآخر. صاحبتي رجعت بعتت لي سيلفي وشكلها استعملت فلتر للتبييض. قلت لها انتي الفلتر استعمل اللي عم بستعمله كريست 3 دي وايت لبياض مثالي. عن جد معجون تبييض بيعطي نتيجة؟ قلت لها جربيه وشوفي. كريست بيقدم معجون أسنان 3 دي وايت بيزيل حتى 100% من البقع بثلاث أيام بس، وبيقوي مينا الأسنان. شو مبين جربتي؟ ضحكتك بتجنن. وبلا فلتر قلتلك. كريست ابتسامة ساحرة وصحية لكل الحياة. لتضيفي إشرائية الشمس على الشعر الباهت بتحتاجي لوصفة مضيئة. الترا دوب البيبونج وعسل الزهور. البيبونج للتفتيح وعسل الزهور لتغذية عميقة. صار شعرك مشرق وناعم الملمس. وللمزيد من العناية مزيج الزيوت المعالجة لكشف خصل شعر أفتح. الترا دوب البيبونج وعسل الزهور. زوبي زوبي زوبي. استمتع بألطف نعومة وخلطات طبيعية من الترا دو جل الاستحمام الجديد طبيعي من غارنييه. وهلأ مع شراء أي منتج من غارنييه الحق القصيمة ودخول السحب لربح واحدة من سيارتين. رجعنا معكم حتى نتبع اللوتو لسحب الليلة، وأكيد صار وقت نعلن عن النتائج. وبتمنى نقول مبروك لحدا بآخر أو أكثر من حدا بآخر هيدا السحب، ولكن قبل خلونا نتأكد من الأرقام مع مدام تريز مسلم، من بعدها بنرجع للتابلو مثل العادة. تفضلي مدام تريز. سحب لوتو رقم 1647 لليوم الاثنين 10 أيلول 2018. الطابات الستة الأساسية 11 10 25 32 14 7، والطابة السابعة الإضافية 37. هول هن الأرقام. قبل ما نشوف التابلو هيك بعمل سسبنس من عندي. بسحب رقم 1645 كان في عنا رابح مرتبة تانية. خلونا نقول ألف مبروك لعبد اللطيف حداد يلي ربح إذن بالمرتبة التانية جايزة قيمتها حوالي 186 مليون ليرة. ألف مبروك لك عبد اللطيف، وإن شاء الله تكون عم تحضرنا، وإن شاء الله يا رب تتهنى بالجايزة إن شاء الله. هلأ كمان نقول مبروك لحدا، نشوف أنا وياكم التابلو ونشوف شو وضع المرتبة الأولى والمرتبة الثانية لهيدا السحب.
مرتبة أولى للأسف ما في عنا حدا بالمرتبة الأولى، إنما بالمرتبة الثانية في عنا رابح. ألف مبروك لهيدي الشبكة يلي رح تربح الليلة حوالي 193 مليون ليرة، بعد شوي بنعرف من وين انربحت. بالمرتبة الثالثة في عنا 42 شبكة بيربحوا، كل شبكة منهم بتربح حوالي 1,600,000 ليرة. بالمرتبة الرابعة في عنا 1,636 شبكة 56 مش عم بقشع من الضوء، وكل شبكة منهم بتربح 41,000 ليرة. بالمرتبة الخامسة في عنا 23,611 شبكة، وكل شبكة منهم بتربح 8,000 ليرة. ألف مبروك للجميع. من وين انربحت المرتبة التالية؟ مكتب رقم 2001 من مكتبة جوزيف درزي بالقبيد بشمال بعكار. ألف مبروك لهيدا الشخص اللي ربح اليوم من اللوتو اللبناني حوالي 193 مليون ليرة، وإن شاء الله يا رب تتهنى فيهم. بالنسبة لزيد رح نرجع نتأكد من الرقم مع مدام سلم، تفضلي. زيد رقم 1647 تاريخ 10/9/2018. الرقم الرابح 31,940. إذا هيدا الرقم الرابح لليلة. خلينا نشوف أنا وياكم التابلو ونشوف شو وضع زيد لليلة. إلى التابلو. مرتبة أولى في عنا ورقتين، ألف مبروك للمرتبة الأولى لهالشبكتين اللي ربحوا كل حدا منهم 37 مليون ونص. بعد شوي أكيد بنعرف من وين نربحوا، من أي مناطق وأي مكاتب. كل ورقة بتنتهي بالرقم 1940 بتربح 900,000 ليرة، كل ورقة بتنتهي ب 940 بتربح 90,000 ليرة، كل ورقة بتنتهي ب 40 بتربح 8,000 ليرة. ألف مبروك إذن للجميع. من وين ربحت إذن المرتبة الأولى؟ أول شبكة 2107 من بارفوميري سانت ماريا بزحلة. صيدا من اوكي، اذا من صيدا. الشبكه الثانيه مكتب رقم 2765 من وين؟ صوف سوس اوكي، من مؤسسه غسان السوس بصيدا. اوكي، الف مبروك اذا لهول الشبكتين اللي ربحوا بيزيد، وكل حدا منهم 37 مليون ليره ونص. ان شاء الله بتتهنوا فيهم، وان شاء الله يجي الدور للجميع. مدام سالم لو سمحتي، نهار الخميس قد ايه رح بتكون الجائزه الاولى يلي ما ربحت اليوم باللوتو؟ بتكون ب 3 مليار و150 مليون. خلص قطعنا 3 مليار ضروري بقى. اوكي، مرتبة ثانية اليوم من ربحت بتكون مرتبة 120 مليون. 120 مليون ليره، هول الجوائز اللي سمعتوهم يلي بانتظاركم نهار الخميس. باي باي. Au Casino du Liban, les 14 et 15 septembre à 21h. Billets en vente au Virgin Ticketing. جبت لك كل فواتيري، بدي وطن لجمع نقط على بطاقة الفيزا.